مساء الخير على كل مشاهدي برنامج عرب فود في كل مكان. النهارده حلقه جديده ومتميزه واخبار جديده ان شاء الله تعجبكم. بس في البدايه خليني ارحب بزميلي كريم. كريم ازيك؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ كله تمام. كمان احب افكر مشاهدينا يتابعونا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام. ويلا ده نبتدي حلقتنا بالهايلايتس. ترشيح حماده هلال للمشاركه في مسلسل الزعيم. محمد جمعه يعتذر عن اخراج مسلسل غادة عبد الرازق الجديد الخنجر. احمد حلمي يحذر جمهوره. مريم فارس تصور اغنيه غافي. المخرج محمد سامي متهم بالتحرش. سوسن بدر تكشف سبب تقديمها لمشهد ساخن في الابواب المغلقه. بالرغم من ان الاعلان الرسمي لفيلم نواره لسه ما نزلش لحد دلوقتي، الا ان كل اللي اتفرجوا على الفيلم في عرضه الاول في مهرجان دبي السينمائي في دورته ال 12 قالوا ان منى شلبي فعلا تستحق جائزه احسن ممثله عن دورها في الفيلم. وبمجرد الاعلان عن جوائز الدوره ال 12 لمهرجان دبي السينمائي وفوز منى شلبي بجائزه احسن ممثله، هناها كل الموجودين في المهرجان ده غير عدد كبير من الفنانين اللي هنوها على مواقع السوشيال ميديا. وكان من اولهم الفنانه ليلى علوي اللي كتبت على صفحتها الرسميه على فيسبوك: مبروك الممثله الجميله والموهوبه منى شلبي جائزه افضل ممثله في مهرجان دبي عن فيلم نواره، انت تستحقين الجائزه عن جداره. ليلى علوي اتفرجت على الفيلم لانها كانت ضمن الوفد المصري اللي كان موجود في المهرجان، وبعد عوده ليلى ومنى من المهرجان كملوا تصوير فيلم الوجه الحسن اللي بيشاركهم البطوله فيه باسم سمره وصابرين. فيلم الوجه الحسن من تاليف احمد عبد الله ويوسي نصر الله ومن اخراج يوسي نصر الله، وهو اول تعاون ليه مع المنتج احمد السبكي. ومن بين الفنانين اللي هنوا منى شلبي على جائزه احسن ممثله الفنانه غاده عبد الرازق اللي نشرت صوره لمنى على صفحتها بموقع انستغرام وكتبت تعليقا عليها: الف مبروك حبيبتي تستاهليها، مليون مبروك جائزه احسن ممثله في مهرجان دبي عن فيلم نواره. كمان الفنانه فيفي عبده هنت منى شلبي وكتبت على حسابها الشخصي على انستغرام: الف مبروك لحبيبتي النجمه منى شلبي الفوز بجائزه احسن ممثله في مهرجان دبي السينمائي الدولي عن فيلم نواره، دايما من نجاح لنجاح ان شاء الله وخمسه مواه. الفنانه رندا البحيري دخلت قائمه المهنئين على السوشيال ميديا وكتبت رندا من خلال صفحتها على انستغرام: مبروك لاجمل منى في الدنيا، الف الف مبروك جائزه احسن تمثيل في مهرجان دبي السينمائي الدولي، رفعتي راسنا وراس مصر يا احسن ممثله. قررت الفنانة هند صبري تهنئة صديقتها الفنانة منى شلبي لحصولها على الجائزة من خلال موقع انستجرام، ونشرت هند صورة لمنى مع الجائزة على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وكتبت عليها: مبروك حبيبتي أحلى نوارة. وهنت المخرجة كاملة أبو زكري منى شلبي وكتبت على صفحتها على الفيسبوك: مبروك حبيبتي، مبروك للحلوة الجدعة الحرة، مبروك للهلوبة المعجونة بالفن. من المعروف ان المخرجة كاملة أبو زكري تعاونت قبل كده مع منى في فيلم عن العشق والهوى سنة 2006، وهي اللي هتخرج مسلسل واحد الغروب اللي هتقوم ببطولته منى شلبي، وكان من المفروض دخول المسلسل السباق الرمضاني في 2016 لكنه اتأجل لحد 2017 بسبب التحضيرات والديكور. ونشرت الفنانة نيلي كريم تهنئة خاصة للفنانة منى شلبي بعد حصولها على الجائزة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بيها، وقالت: مبروك حبيبتي أنت تستحقي، ومبروك لمصر وده بفضل الله وعودة السينما، مبروك للمخرجة الكبيرة هالة خليل أفضل امرأة مصرية. الغريب ان الشركه المنتجه لحد دلوقتي ما نزلتش الاعلان الرسمي للفيلم، لكنها نزلت مجموعه لقاءات سريعه مع ابطال الفيلم على موقع يوتيوب. نوره شبه ستات كتير جدا 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 في مصر، شخص شديد التحمل وشديد القوه ومع ذلك عنده ابتسامه رضا شديده وعنده امل فظيع في بكره. انا راجل في صناعه الافلام، ارى ان العنصر النسائي عندنا في الصناعه قليل بل نادر الوجود، فهو ده السبب اللي خلاني اعمل الفيلم ده، ان العنصر النسائي هو ابو وام هذا العمل. عجبني فيه القصه ككل لانها بتحكي حياتنا احنا كمصريين حقيقي في وقت معين من الزمن، ايه اللي حصل فينا على كل المستويات. لما اتعرض عليا الفيلم كنت في منتهى السعاده، قعدنا على الشخصيه وقعدنا على علي ده عامل ازاي وقعدنا على موضوع الموتوسيكل ده هيتساق ازاي. فيلم بيعالج قصة إنسانية رهيبة. السينما وحشتنا قوي، الفيلم ده هيرجعنا للسينما ورجع السينما تاني لينا. حسيت إن أنا يعني مبسوطة جدا إن أنا أصلا جالي الفيلم.
فيلم نوره هو الفيلم الثاني اللي بيجمع ما بين منى شلبي والمخرجه هاله خليل بعد ما قدموا قبل كده فيلم احلى الاوقات سنه 2004. وواضح ان المخرجه هاله خليل شايفه ان منى شلبي وش مصري يعبر عن الطبقات الاجتماعيه البسيطه، لان في فيلم نوره بتقوم منى شلبي بدور خدامه من طبقه اجتماعيه فقيره جدا. اما في فيلم احلى الاوقات فمنى بنت بسيطه من منطقه شعبيه بتحلم زي اي بنت انها تتجوز اللي بتحبه. ايه الاصحاب من زمان؟ من ايام المدرسه. بس هي بقى يا سيدي مامتها بعد ما اتطلقت من باباها اتجوزت دكتور غني جدا، وده اللي نقلهم المعادي. ايه دي حاجه غريبه قوي. ولا غريبه ولا حاجه، ناس كتير قوي ممكن حياتهم تتشقلب في لحظه. انا مش قصدي، انا قصدي الغريبه انها افتكرتكم بعد السنين دي كلها. افتكرتنا؟ انت اصلك مش عارف احنا كنا اصحاب ازاي؟ احنا كانوا مسميننا في المدرسه الثلاثي المرح، وكمان كانوا بيقولوا علينا عارف ايه؟ يا حبيبتي الموضوع ده فات بقاله سنين كتير قوي. انا عارف، انا ما كنتش ممكن اصدق ان احنا ممكن نتلم تاني مع بعض. منى شلبي لاول مره بتفوز بجائزه احسن ممثله في مهرجان دولي، لكنها فازت قبل كده بنفس الجائزه في مهرجانات مصريه. في 2006 فازت منى شلبي بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم بنات وسط البلد في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية. وبيعتبر فيلم بنات وسط البلد هو ثالث تجربة سينمائية بتجمع منى شلبي وهند صبري بعد فيلم ويجا وأحلى الأوقات. وشارك منى شلبي وهند صبري بطولة الفيلم الفنان خالد أبو النجا والفنان محمد نجاتي، والفيلم كان من إخراج محمد خان. هو انت لسه زعلانه مني يا نفنف؟ وانت كنت عملتي حساب لزعلي ولا قلقي عليكي؟ كده برضو ياسمين كده تعملي في امك؟ خلاص بقى يا نفيسه اقرع لك اللي في رجلي تضربيني بيه عشان تستريحي؟ وايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ يا اسطى جديده حلوه؟ زي الزفت، عاجبك قفاكي قوي ماشيه تتعقلي بيه؟ طب روقي بس. الله يا لهوي عاجبك ده؟ ده نار. اه يا صايعه بابا بيحب اللون ده قوي، البسيه له وانت هتلعلطي فيه كده والنبي. اختشي يا بنت عيب. والنبي ماما تلبسيه. وطي حسك ابوكي نايم. هو بابا جه؟ من بدري. يلا صحيه عشان انا عامله لكم حته عشوه النهارده. اصحى يا ريس احنا وصلنا مصر. شكلك متغير. طبعا لازم يتغير. اخر مره شفتني كان عندي 24 سنه وشهرين وثلاث ايام. دلوقتي انا بقى عندي 24 سنه وشهرين و10 ايام. على الاقل كنت بتيجي مرتين في الاسبوع. غصب عني، أنا لو كنت موظف بروح الصبح وأرجع الظهر كان معلش، بس أنا مش كده. طب خلاص غير خط استعيد لتعبك قوي ده. يا بنتي هو أنت فاكراني محمد فوزي في الفيلم اللي كان طالع فيه عطاشجي وليه في كل محطة ست؟ أما في 2007 ففازت منى شلبي بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم عن العشق والهوى في مهرجان القومي للسينما في دورته الـ 13. فيلم عن العشق والهوى من الأفلام الرومانسية الحديثة اللي قدرت تحقق نجاح كبير. وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا ومنى زكي وغادة عبد الرازق والفنان الراحل خالد صالح وطارق لطفي وبشرى ومجدي كامل ومن تأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو زكي. عمر أنت كنت فرحان بلعبة العشيقة دي وحبيبها، بس العشيقة ما بتخلفش من عشيقها. أنا هبقى أم ابنك، يعني عايزة كل حقوقي، وكل اللي أقدر أوعدك بيه هو إنك تبقى أسعد من الأول. وأظن إن أنا وعدتك قبل كده ووفيت، بس كنت بتعب قوي عشان أنفذ الوعد ده. عمري ما كلمتك عن الأيام اللي كنت بقضيها لوحدي وأنا ميتة في جلدي من الرعب. كنت بقف فاتحة كل أنوار الشقة ومولعة التلفزيون ومعليها على الآخر، لأن صوت ورقة شجر بره كانت ممكن ما تنامنيش طول الليل. بفكر ألف مرة في الدقيقة قبل ما أكلمك، لا تكون اسمك جنبك وتشك في حاجة، وأنت مش معايا طول الوقت كنت بستناك تكلمني. قدرت منى شلبي إنها تفوز بجدارة بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ 12 يا دانا. بالظبط يا كريم، وكلمة بجدارة مش بس إحنا اللي بنقولها، كل اللي شاف الفيلم بيقول فعلا كده، وبكده بتكون منى قدرت ترجع التواجد المصري في المهرجانات العربية. هلا سر شاليه 42 صف. بعد شويه هنعرف مع بعض رد الفنانه هنا شيحه على الهجوم الشديد اللي تعرضت له مؤخرا. الفنان حماده هلال اترشح للمشاركه في بطوله مسلسل الزعيم عادل امام الجديد مأمون وشركاء، واللي هيتعرض في رمضان الجاي. المسلسل من تاليف يوسف معاطي واخراج رامي امام، وبيشارك في بطولته الفنانين شريف رمزي وادور.
من جديد رجعت الفنانة عبير صبري لتصوير مشاهدها في الفيلم الجديد اللي اختشوا ماتوا بعد الوعكة الصحية اللي مرت بيها في الأيام اللي فاتت. فيلم اختشوا ماتوا من بطولة غادة عبد الرازق وهيدي كرم ومروة ومحمد محمود عبد العزيز، هو من تأليف محمد عبد الخالق وإخراج إسماعيل فاروق. نفى الفنان أحمد زاهر الأخبار اللي اتكلمت عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2016 واستعداده للبدء في تصويره، وقال زاهر أنه لسه بيقرأ مجموعة من السيناريوهات المعروضة عليه وهيحسم قراره خلال الفترة الجاية. النجمة الأمريكية بيونسي بدأت تاخد دروس تمثيل الفترة الأخيرة، وقالت أن الخطوة دي لأنها بتتمنى أنها تفوز بالأوسكار السنة الجاية، وبتستعد بيونسي لبطولة فيلم سينمائي جديد عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي وهتبدأ تصويره في يناير الجاي. الممثل السوري الكبير سليم أبو حاتم أعلن عن استمراره في بطولة مسلسل باب الحارة وأنه هيبدأ قريب جدا تصوير الجزء الثامن، وقال سليم أن شخصية أبو حاتم اللي اشتهر بتقديمها خلال 7 أجزاء من المسلسل حصل لها تطورات كتير هتبان في الجزء الثامن واللي هيتعرض في رمضان 2016. أعلن المخرج محمد جمعة اعتذاره عن عدم إخراج مسلسل الخنكة واللي بتقوم ببطولته النجمة غادة عبد الرازق. المسلسل هيتعرض في رمضان 2016 وبيشارك في بطولته الفنان ماجد المصري وهو من تأليف محمد دسوقي وإنتاج مها سليم. رفضت الفنانة هنا شيحة كل الانتقادات اللي اتوجهت لها الفترة الأخيرة بسبب المايو اللي لبسته في فيلم قبل زحمة الصيف، وقالت إنها عملت ده في فيلم سينمائي مش في الشارع. هنا شاركت في بطولة الفيلم مع ماجد الكدواني وأحمد داود، والفيلم سيناريو حوار غادة شهبندر وإخراج محمد خان. أصيبت الممثلة الهندية الشابة أليا بات بحروق خطيرة في انفجار حصل خلال توزيع حفل جوائز بيك ستار انترتينمنت اووردز الأسبوع اللي فات، وتم نقل نجمة بوليوود للمستشفى بشكل سريع ودخلت في فترة نقاهة لمدة أسبوع بأوامر من الأطباء. بدون أي مقدمات اتعرض الفنان علي عبد الرحيم لأزمة صحية مفاجئة، البعض قال إنها جلطة اتسببت في دخوله للعناية المركزة بأحد المستشفيات واللي هيتواجد فيها لفترة طويلة. علي عبد الرحيم شارك في أعمال كتيرة في السينما والتلفزيون منها شمس الزناتي والراية البيضاء والعشق والدم. إزاي احتفل النجمين مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز بعيد جوازهم؟ استنونا علشان تعرفوا. على غير التوقعات ما قدرش فيلم ماد ماكس فيوري رود وفيلم كارول يحققوا النتيجة المتوقعة في استطلاع النقاد لأفضل فيلم العام 2015. ده لأن أغلب الأصوات جت لصالح فيلم الفنون القتالية دي أساسن، والحقيقة أن الاستطلاع كان مليان مفاجآت. دي أساسن تم اختياره كفيلم العام بعد ما صوت له أكتر من 160 ناقد، وبالمناسبة الفيلم كان حصل على جائزة أحسن إخراج من مهرجان كان السنة دي. في المرتبة الثانية جه فيلم كارول من بطولة روني مارا وكيت بلانشيت، أما الفيلم اللي حصل على المركز الثالث فكانت مفاجأة تانية. مع أن الفيلم عمل ضجة كبيرة وناس كتير اتحمست له، إلا أن فيلم الأكشن ماد ماكس فيوري رود لتوم هاردي جه في المرتبة الثالثة كأفضل أفلام السنة. الحقيقة دي ما كانتش المفاجأة الوحيدة في الاستطلاع، كمان فيلم انسايد اوت واللي حقق شعبية كبيرة ما قدرش يوصل لانه يكون من ضمن التوب 10 وجي في المركز ال 14، في حين ان فيلم الموسيقى الوثائقي ايمي جي في المركز التاسع. قرر فان ديزل وتايريز جيبسون انهم يحيوا ذكرى صديقهم وزميلهم بطل فيلم فاست اند فيوريوس بول ووكر على السوشيال ميديا في الذكرى التانية لوفاته المؤلمة. فان اشتغل مع بول في كل أجزاء سلسلة أفلام السرعة، ومن وقت وفاة بول المفاجئ في حادث فظيع، وفان دايما بيفتكر صديقه بجمل قصيرة ومعبرة. ونشر فان صورة على الإنستجرام وعلق عليها إن الأخوة لا تعرف حدود. وعلى الفيسبوك كتب فان: أينما كنت في الكون فستبقى دايما أخي. تايريز جيبسون كمان أحيا ذكرى صديقه بول على إنستجرام بنشر صورة علق عليها إن فقدانه مش سهل تصديقه. أسرة بول والفانز بتوعه كمان أحيوا ذكراه على الإنترنت، ومصادر قالت إن إخواته كودي وكالب بيقضوا وقت كبير في البحر علشان بيفكرهم ببول. احتفل مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز بالذكرى ال 15 لزواجهم، وقدر الفانز بتوعهم يشاركوهم الاحتفال على الفيسبوك. ونشر مايكل صور ليهم قبل وبعد الجواز، أما كاثرين فنشرت صورة ليها مع جوزها وعلقت عليها وقالت: بحب حياتنا سوا عقبال ال 15 سنة اللي جايين.
أنا باكوين اللي اشتهرت كطفلة ردت بقوة على كل اللي انتقدوا مظهرها الفترة الأخيرة على الإنترنت. أنا كانت حضرت العرض الأول لفيلمها الجديد The Good Dinosaur، ومن الواضح إن كتير انتقدوا مظهرها في اليوم ده. فنشرت أنا صورة ليها من العرض الأول على تويتر وعلقت عليها وكتبت معلومة طريفة، لما تلبس فستان مش ضيق معناها إما إنك حامل أو بتدعو الناس يقولوا عليك تخين. أنا لا ده ولا ده، شكرا. تم مني عشان قتلت أخوك. اللي عندها هتيجي يعني هتيجي. يا ترى إيه الرسالة اللي بعتها النجم محمد رمضان لسعد المجرد؟ خليكوا معانا وهتعرف. جولة تسوق بتقوم بيها النجمة الكبيرة كارول سماحة، وده ظهر من خلال صورة نشرتها على إنستغرام وعلقت عليها وقالت يوم الشوبينج التحضير لظهوري الجديد. واضح فعلا إن كارول عايزة ترجع للغنى تاني بنيو لوك جديد خالص. من الواضح إن الفنانة نيلي كريم بتبعت رسائل غير مباشرة لأشخاص معينين من خلال حسابها على إنستغرام، وده بعد ما نشرت صورة عليها حكمة بتقول الحياة قصيرة جدا علشان تدي دقيقة واحدة لحد ما يخليكش سعيد. وعلقت نيلي على الصورة وقالت أتمنى السعادة للجميع، لكن واضح إنها كتبت كلمة السعادة غلط بالإنجليزي، وده اللي صححه لها واحد من جمهورها على إنستغرام. أيام قليلة ونودع سنة 2015 ونستقبل عام جديد، وعشان كده نشرت مي سليم صورة من خلال حسابها على إنستغرام وكتبت فيها 2015 شكرا على كل الدروس، 2016 أنا مستعد. من تاني نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة ليها من كواليس فيلمها عصمة أبو شنب، واللي ظهرت فيها مع بطل الفيلم ظافر عابدين وباقي فريق العمل ورا الكاميرا. الجمهور عجبته الصورة جدا وكان يتمنى لها التوفيق والنجاح في الفيلم. الفنان أحمد حلمي مش بيظهر على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة إلا للضرورة، والمرة دي حذر حلمي جمهوره من 4 حسابات حاطين صورته وكاتبين اسمه وهي حسابات وهمية، ونشر حلمي فعلا صور الحسابات دي وكتب عليها للعلم الأكاونتس دي مزيفة ومش بتاعتي. بعد حضورها معاه افتتاح فيلمه الجديد للحب حكاية في بيروت، وجه النجم اللبناني رامي عياش الشكر لزوجته دريدة بصورة نشرها على انستجرام وقال فيها انه ما كانش هيحقق ده من غير اهتمام ودعم وصبر زوجته، واختتم رسالته وقال شكرا حبيبتي. صورة جديدة نشرتها الفنانة نوال الزغبي بتجمعها بالإعلامي اللبناني نيشان على إنستغرام، وكشفت من خلالها إنها بتحضر مع نيشان عشان هيصوروا الحلقة الخاصة بألبومها مش مسامحة. طبعا الجمهور قال لها بانتظارك يا نوال، والبعض سألها هتتعرض إمتى. نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من خلال حسابه على انستغرام لجزء من المؤتمر الصحفي اللي اتعمل المطرب سعد المجرد، واللي قال فيه ان الممثل اللي نفسه يمثل معاه هو محمد رمضان وان اخوه حبيبه. رمضان علق على الفيديو وقال شكرا للموهوب الناجح سعد المجرد واهلا بيك في بلدك التاني مصر. مين نجمه الحد يشتغل معاها اطول بيه؟ نجمه محمد رمضان. انتهت المغنية المغربية دنيا بطمة من تصوير كليب جديد لأغنيتها صيني، وهتبدأ عرضه قريب جدا. الأغنية اتصورت في الكويت مع المخرج أحمد عبد الواحد ومن كلمات مشرف العتيبي وألحان محمد الترك وتوزيع مهند خضر. طرحت المطربة اليمنية بلقيس كليب جديد بعنوان التاج، وهي الأغنية اللي طرحتها في ألبومها الأخير زي منا. أغنية التاج كلمات الشاعر وشم وألحان فايز السعيد، وتم تصوير الكليب مع المخرج خالد الرفاعي. أنا اللي لبسك تاجك وأنا اللي جاي شيل التاج، صعب تملكني أو تملك بلحظة طيش وجداني، أبد ما عدت زي أول ملك قلبي ولك أحتاج، وإذا قلبي فقدك بيوم أبهدر دم شرياني.
النجمة مريم فارس أعلنت عن تصويرها لأغنية غافي خلال الفترة اللي جاية. الأغنية طرحتها مريم في ألبومها الأخير أمان، ومن كلمات فارس اسكندر وألحان سليم سلامة، ويتم تصويرها مع المخرجة شيرين خوري. اتعاقدت المنتجة دينا كريم مع المطرب محمد عدوية عشان يغني تتر مسلسل الطبال اللي بتقوم بإنتاجه، وبكده بيستمر عدوية في غناء تترات المسلسلات اللي بيقوم ببطولتها الفنان أمير كرارة بعد ما غنى تترات حواري بوخارست وكمان طرف تالت. بقولك يا عادل، فصلت المكنة؟ فصلتها. حصان تضرب. يا ترى ايه هي حقيقة اخفاء ايتن عامر لحملها؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. كلام كتير انتشر اليومين اللي فاتوا بسبب تصريحات الفنانة سوسن بدر اللي فاجئت بيها جمهورها وقالت انها قدمت مشهد ساخن واحد بس في حياتها الفنية في فيلم الابواب المغلقة مع الفنان محمود حميدة، وده كان بسبب ان المشهد ليه مبرر درامي، وكمان المشهد اتقدم بشكل راقي جدا، لكنها اكدت على انها رجعت نفسها واعادت حساباتها بعد كده بسبب الزمن وكمان علشان خاطر اسرتها، ورفضت تعمل اي ادوار من النوعية دي. ردود فعل قوية حصلت اليومين اللي فاتوا ضد النجوم العرب وعدم قيامهم بدور فعال مع قضايا وطنهم العربي، وده بعد ما نجح الممثل الأمريكي إدوارد نورتون في أنه يجمع تبرعات وصلت قيمتها لأكثر من 400,000 دولار لصالح لاجئ سوري هيوصل ولاية ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. دور إدوارد جه بعد انتشار قصة اللاجئ الموجود في تركيا وإزاي أن فيه 7 من عيلته ماتوا في القصف. رغم ان الفنانه ايتن عامر غايبه عن جمهورها على انستغرام من اسابيع، الا انها لما رجعت ما ردتش على كل الكلام اللي توجه لها خلال الفتره اللي فاتت والاسئله الخاصه بحملها. ايتن كمان زودت حيره الجميع لما نشرت صوره ليها مع جوزها وقفت فيها وراها علشان تخبي بطنها عن الجمهور. بعض الخبثاء قالوا هي ايتن ليه مخبيه لو حامل، وهل ده خوف من الحسد؟ كلام كتير انتشر في الوسط الفني عن موقف غريب بيتعرض له المخرج محمد سامي بعد ما تقدمت فنانة شابة اسمها رودي جودة بشكوى ضده، وقالت انها استقبلت رسائل من الفيسبوك الخاص بمحمد بيمدح في جمالها، وكمان طلب منها انها تبعت له صورة ليها بالمايو علشان يخليها تشارك فيلمه الجديد جواب اعتقال، وعلشان كده راحت قدمت بلاغ في مباحث الانترنت. لكن الغريب ان صاحب الحساب ده قفل الحساب بعد ما بعت لها الرسائل دي. لقاءات كاميرا أرب وود مع عدد من النجوم في حفل شكرا السعودية. كرم الاتحاد العام المنتجين العرب عدد من الرموز السعودية من إعلاميين وفنانين وشخصيات عامة سعودية في احتفالية خاصة الأيام اللي فاتت كانت بعنوان شكرا السعودية، للتعبير عن شكر مصر للسعودية لوقوفها جنبها في الأزمات السياسية والاقتصادية. الاحتفالية دي اتكرم فيها برضو رموز مصرية من سياسيين وإعلاميين وفنانين، واتكرم كمان عدد من الشبكات التلفزيونية العربية، وكان من بينهم شبكة قنوات روتانا الفضائية. كاميرا عرب وود حضرت حفلة شكرا السعودية، وفي البداية قابلنا رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب دكتور إبراهيم أبو زكري. تعالوا نشوف لقائنا في عرب وود وكمان قال لنا إيه عن الاحتفالية دي. اولا
طبعا انا بشكر روتانا اللي دايما سباقه، هي اللي سباقه معانا في تغطيه كل فعالياتنا ومشجعانا ان احنا نمشي على الطريق اللي هو اللي احنا بنتمناه ما بين الدول وبعضيها، خاصه المجتمع المدني، واحنا مهتمين جدا بالمجتمع المدني السعودي وايضا بالمجتمع المدني المصري، وده اللقاء اللي موجود ان احنا بنحب نقول على المستوى الرسمي في اشياء كثيره ومتعدده واتفاقات وجهود، لكن احنا بالنسبه للمجتمع المدني بنحب ان احنا ندعم العلاقات ما بين الاعلام المصري والاعلام السعودي. عشان كده دعينا كل المؤسسات الاعلاميه في المملكه العربيه السعوديه، وزي ما انت شايف النهارده لم يتغيب احد على فكره من المؤسسات الكبيره النشطه واللي نقلت اخبارنا في 30 يونيو بشكل كويس، اللي دعمتنا ودعمت الثوره، ثوره 30 يونيو، وبنقول لهم شكرا للمملكه العربيه السعوديه ملكا وحكومه وشعبا. ودلوقتي هنشوف لقاءات كاميرا عرب وود مع عدد من الشخصيات السعوديه المكرمه في الاحتفاليه، تعالوا نعرف رايهم ايه في التكريم وقالوا ايه عن العلاقات بين مصر والسعوديه. والله شوف اليوم يمكن الرساله اللي احنا وجهناها في المؤتمر الصحفي بتدشين هذا الحفل اليوم قاعدين نستكملها باقامه هذا الحفل وتواجد يمكن كثير من الشخصيات سواء الفنيه والاجتماعيه والسياسيه من يمكن من المملكه العربيه السعوديه ومن جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي يمكن هذا الحفل هو اللي قاعد يعبر من كل فصائل المجتمع عن تضامن هذين البلدين، هذين البلدين ولدوا سويا وسيبقوا سويا رموز في الامه العربيه وللدول العربيه، قائدين للامه العربيه، وبالتالي باذن الله يمكن هذا الحفل يعبر عن هذه العلاقة القوية من بداية يمكن انطلاقتها حتى الآن. أنا أشكر الاتحاد العربي للمنتجين لتكريم وسائل الإعلام السعودية، الوسائل الإعلام السعودية كما الشعبين الشقيقين فهي مع وسائل الإعلام المصرية هي كتلة واحدة تصب في مصلحة الوطن العربي والوطن الإسلامي بالخبر الصادق الخبر الموثوق. اولا مصر هي مصر الوفاء ومصر الكرم والانسانيه الرفيعه، الليله في صدق المحبه، والليله هي عنوان للحب الحقيقي وللاخاء الحقيقي، ومش غريب على مصر، وبرضه مصر هي بتقدم طول العمر وهي بتقدم للعالم العربي خلاف السعوديه او اي بلد اخر عربي. اما الفنانين المصريين فكان ليهم حضور قوي في الاحتفاليه واتكرم عدد كبير منهم، كاميرا عرب وود قابلتهم وكلمونا اكتر عن مواقف السعوديه مع مصر. اولا عايزه اقول لروتانا كل سنه وانتي طيبه، وان شاء الله السنه دي سنه سعيده عليكي، لان انا بحبك قوي يا روتانا وبشوفك في كل وقت وفي كل ثانيه. وبالنسبه طبعا للشعب السعودي يعني ده شيء جميل اللي حاصل ده، وانا سعيده بيه جدا، لانه اولا مش غريب على الشعب السعودي الكرم والجدعنه والوقفه اللي واقفينها معانا، واحنا ناس برضو بنقدر وبنعرف يعني ايه وقفه جدعنه، فاحنا جايين نقول لهم ميرسي وشكرا، ومش عارفين نقول لكم ايه من حبنا فيكم ومن حبكم فينا. وطول عمر السعوديه ومصر شقيقتين يعني من زمان جدا، يعني لا ننسى مواقف السعوديه في حاجات كتير قوي قوي. انا اتذكر مثلا موقف السعوديه من ايام حرب 73 وما قبل ذلك، فده مش موقف مش جديد، مش جديد على المملكه يعني، ولا جديد بالنسبه للمصريين، ولا اعتقد برضه انه جديد بالنسبه للسعوديين. فدي تظاهره مفيده جدا وحلوه جدا، لان زي ما بنتفق دلوقتي في اشياء اقتصاديه واشياء سياسيه واشياء عسكريه، لازم كمان نقعد ونتفاهم ونتكلم ونعرف دور الفن في المنطقه العربيه يعمل ايه دلوقتي. شكرا للسعوديه وشكرا لكل دول الخليج وشكرا لحضراتكم، وربنا يسهل ان شاء الله ونرجع زي الاول احسن بكتير ان شاء الله. اقول يعني شرف وسعاده لينا ان احنا طبعا بنكرمكم، لان ده واجب علينا زي ما احنا اخوه في كل حاجه في الفن، كمان لازم نبقى اخوه في السياسه وفي الاقتصاد، وترابط ما بيننا واحد، وهم بيحاولوا يفرقوا ما بيننا لكن ان شاء الله مش هيقدروا. طبعا احنا بقول شكرا، شكرا لحاجه واحده بس، شكرا للتكاتف وتبقى يد واحده وقوه واحده وتبادل فني جميل جدا زي اي تبادل في الدنيا، زي التبادل الاقتصادي والتجاري، فده يعني السعوديه ده احنا بلد واحده، الكويت بلد واحده، امارات بلد واحده، بحرين بلد واحده، احنا كلنا كتله عربيه، لازم نثبت للعالم كله ان احنا متكاتفين في كل وقت، وخاصه الوقت ده، لان ده مطلوب ان يوصل رساله للعالم كله ان احنا الكتله العربيه بلاش احنا
احنا مترابطين واحنا اخوات وفي حب وعلاقات جميلة جدا بيننا. فالتضافر والمزج العربي الفني الجميل ده يعني بجد شكرا ليه. اقول المملكة العربية السعودية متمثلة في قيادتها وفي شعبها احنا متشكرين جدا لكل الحاجات الجميلة اللي انتوا عملتوها، لا سيما في الفترة الصعبة اللي احنا مرينا بيها. واقول ان التاريخ بيشهد على علاقات وعلى تعاون وعلى اخوة وصداقة دائمة ومستمرة بين المملكة العربية السعودية وبين مصر، وانه مهما حاول البعض انه يفسد هذه العلاقة مش هيحصل، لان العلاقة ثابتة وعميقة. وقابلنا عدد تاني من الفنانين المصريين اللي عبروا عن شكرهم للسعودية وكلمونا كمان عن الروابط التاريخية اللي بتربط البلدين. اعتقد ان وجودنا النهاردة وجود هذا الجمع الغفير من الفنانين، اعتقد ان دي كلمة شكر كبيرة للشعب السعودي والخادم الحرمين الشريفين. ونحب نقول فعلا شكرا للسعودية لوقوفها جنب مصر ودعمها لمصر في الأيام الصعبة اللي مرنا بيها. كل الحب وتقدير والاحترام، وده أجمل قلوب بتتعاطف مع أجمل شعب وقف بجد بإخلاص بتفاني كل الوطن العربي. الحقيقة بقول لمصر مبروك عليك حضن الوطن العربي، مبروك على مصر اللي هي قلب الوطن العربي. يعني رايتنا تبقى خفاقة كده دايما وبالتعاون الحقيقي البناء اللي احنا شايفينه حقيقة، زي ما قلت الفن والثقافة والقوة الناعمة والقوة المدنية اللي هو التعاون المدني بيقول بمنتهى الحب والاحترام كلمة شكر، وكلمة شكر بإيجابية مش مجرد احتفاليه، ده تعاون وتنسيق وترتيب وفي ابعاد. طبعا انت عارف ان امين اتحاد المنتجين العرب من خلال حتى مسرحيه شمس وقمر اللي عملتها الفتره فاتت ورجعت تاني الحمد لله، ده البناء الحقيقي. اعتقد ان العلاقات المصريه السعوديه مش محتاجه رايي عشان اقول قد ايه، لانها علاقه تاريخيه، يعني علاقه تاريخيه بقى لها قرون يعني. والموقف ووقفه السعوديه جنبنا من ايام الثوره لغايه دلوقتي واضح وصريح ولم يتغير. يعني يمكن محتاجين شويه تنميه للعلاقات من خلال الفن. يمكن بنشوف قنوات كثيره جدا ومنها القناه بتاعتكم وقنوات ثانيه ملكها أصلا سعوديين، وبالتالي هم أثروا الحالة الفنية لمصر. يمكن كنا بنشوف من 20-30 سنة شركة زي شركة دالة اللي كانت تقريبا 90% من الإنتاج التلفزيوني كان من إنتاجها. السعودية وقفت معنا كتير وجي الوقت السعودية تقول لمصر شكرا ومصر تقول للسعودية شكرا. عايز أقول ربنا يحمي السعودية ويبعدها عن كل المهاترات والحرب، والسعودية دايما بصراحة يعني موفية ومكفية مع الوطن العربي كله، دايما ساندة، دايما واقفة بكل حاجة. وحتى أنا عايزة أقول لها شكرا لدعمها للفن في مصر. السعودية طبعا طول عمرها واقفة جنبنا، ودولة شقيقة عربية ومجهوداتها دي بتعمل مجهودات جميلة جدا لمصر، ورب نفضل مع بعض كده. ودلوقتي هنسيبكم مع لقاءات كاميرا عرب وود مع السياسيين والإعلاميين المصريين اللي حضروا الاحتفالية واتكرموا من اتحاد الإعلاميين العرب. تعالوا نشوف لقاءاتهم ونرجع لكم تاني. يعني أنا بعتقد أنه الشقيقة السعودية لا تحتاج منا إلى كلام، فالشقيقة السعودية يكفي أن يقال أنها الشقيقة السعودية هي الشقيقة في الظروف الطيبة وفي وقت الشدة وفي وقت الأوقات الطيبة. عهدنا منها أنها دائما كتف إلى كتف مع مصر في كل شيء. عهدنا منها هذا في حرب أكتوبر، عهدنا منها هذا بعد الحرب، عهدنا منها هذا في بدايات الثورة في 25 يناير وبعد 30 يونيو. هذه هي مواقف السعودية المتوقعة والدائمة. ما بين الأشقاء لا يوجد مواقف ولكنها تلاحم كله مع بعض. عبر التاريخ كانت السعودية روحها العروبية وفكرها في دعم مصر عبر فترات طويلة، بعد 67 وفي 73 وفي الفترة الحالية دعم مستمر. النهاردة كمان وإحنا بنتكلم على المنتجين العرب، أعتقد دعمها للدراما المصرية في فترات كانت الدراما المصرية بتصنع عقل جمعي في العالم العربي. كل الشكر كل التقدير،
والمصريين اعتادوا بثقافتهم بحضاراتهم انهم يكونوا في كل لحظة شاكرين لمن يقدم يد العون. لا شك ان العلاقة السعودية المصرية علاقة مصيرية وبتمثل عمود خيمة في العلاقات العربية، وان شاء الله تبقى فتحة خير علينا كلنا، لان كل جهد للأمة العربية في اي اتجاه للتوحد وللحفاظ على الفكرة بيمثل خطوة في طريق أمل اتأخر كتير. شوف يعني أولا السعودية تحديدا لا تحتاج إلى شكر، لا شكر على واجب ما فعلته السعودية مع مصر. الحقيقة هو واجب الأشقاء تجاه بعضهم، واجب الشقيقة تجاه الشقيقة الكبرى مصر. علشان كده أنا بشوف أن اللي عملته السعودية هو يعني واجب على كل العرب والأخوة العربية. رقم اتنين، في دي بالذات السعودية كسرت المعادلة. لا، هي السياسة فعلت الكثير، يعني السياسة في السعودية دعمت مصر بعد 30 يونيو وما زالت وستظل، وكل الكلام اللي بيقال عن ان في توترات في العلاقات المصرية السعودية ده كلام المتربصين واللي بيعايزين يصطادوا في المايه العكرة هم اللي بيرددوه. لكن العلاقات على مستوى القيادتين الملك سلمان حفظه الله والرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى العلاقات الشعبية، الحقيقة أنا بقول إنها لم تكن في أفضل من هذه الحالة. الفن بيعمق العلاقات بين الشعوب أكثر من السياسة، والفن أكثر وصولا للناس والثقافة أكثر وصولا للناس. عشان كده أعتقد إنه مهمة الفن في الوقت الحالي إنه يعيد التواصل بين الشعوب. لما تكون في دولة بحجم السعودية العلاقات بينها وبين مصر هي رمانة الميزان في العالم العربي. يعني لو عايز تقوي العالم العربي وتقوي المنطقة لا يمكن إلا بعلاقات قوية بين مصر والسعودية، وبالتالي دور الفن في تعميق هذه العلاقات من خلال الاحتفاء بشخصيات قدمت وما زالت عطاء لدعم هذه العلاقات مطلوب، وأعتقد أنه يجب أنه يزيد في الأيام القادمة إن شاء الله. وفي نهاية لقاءاتنا النهاردة تكون خلصت حلقتنا في عرب وود. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ميرسي جدا يا كريم. ميرسي ليك يا دانا. كمان أحب أفكر مشاهدينا يتابعونا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وإنستغرام من النهاردة لغاية لما أشوفكم تاني. كريم ودانا هتوحشوني جدا جدا، وباي باي باي.